عسلامة يا جماعة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سيري كيفاش نبدل البرمي متاعي من بلد أجنبي إلى الألماني، ونحكيو على ليزاستيوس اللي لازمة كل خطوة بخطوة. في الحلقة هذه باش نحكيو كيفاش نحضر للبارتي تيوريك وحدي، شنو اللي لازمني نعمل، وكيفاش ننجم نسلكها ما غير ما نحضر حتى سيونس عند المدرسة متاع السياقة. ما تنساش زاد ان عملنا جروب فيه الديسكوسيون اللي تابعه السوجي هذا الكل، اهو لهنا. اذا تحب تتبعني على الانستغرام اهو لهنا، واذا تحب تسالني سؤال خاص خارج الحلقه هذه عندي باج فيسبوك تجد تسالني في الانبوكس بتاعها لهنا. الابليكاسيون اللي استعملتها انا واللي استعملوا فيها الالمان الكل، اللي يستعملوها معظم الناس، واللي هي روليه بالباز دوني نتاع كل مؤسسات الطرقات في المقاطعات المختلفه، اسمها فيروشاين جولد. تلقاو اللي نتاعها اللوطه في الديسكريبسيون، تنجم تهبطها من البلاي ستور ولا الاب ستور انت والسيستم اللي تستعمل فيه في تليفونك. وهما بيدهم نفس السؤالات اللي باش يجيوك في الابليكاسيون، هما بيدهم كوبي كولي باش يجيوك في الامتحان. اللي ننصح به انه اختار اللغه اللي باش تعملها، دونك خاطر الابليكاسيون هذه توفر اللغات الكل اللي تنجم تعمل بهم، كيما شنو، كيما اللغه العربيه، اللغه الفرنسويه، اللغه الانجليزيه، اللغه الالمانيه. ما تصعبش على روحك جمله ما تفهمش حتى شيء في الالمان ما غير ما تعمل بالالمان. اذا تفهم بالتونسي خليك في العربي، اذا بار اكزومبل تحب فرونسي خليك في الفرونسي. علاش؟ راهي الشهاده في الاخر ما تفرقش، شهاده النظري يزي انك انت تفهم بلغتك الام ولا اللغه اللي انت اخترتها شنو قاعد تعمل على الطرقات الالمانيه. وكي باش تفتح الابليكاسيون وتحلها باش يجيك بار اكزومبل الشواء نتاع المقاطعه، وبعد الشواء نتاع التاريخ اللي انت تحب تعدي فيه. معناتها انت بار اكزومبل تحب تعدي في الاربع اشهر هذوما ولا الاربع اشهر الجايين. علاش اربع اشهر؟ خاطر جينيرالمون القوانين في المانيا تاع الطرقات يتبدلوا كل مده، اون افريج بالانجليزي دي مرسي يتبدلوا كل اربع اشهر. انت كان تو بار اكزومبل قال لك الابليكاسيون راهو مازال بار اكزومبل شهرين يبدلوا، وانت تعرف روحك ما دخلتش في شهرين، ما تجازفش، قص على الاربع اشهر الجايين. كان تعرف روحك نجم تقدر ومازال بكري، من قال لك راه مازال ثلاثة اشهر على الاربع اشهر اللي انت فيهم، خويا قصها وامشي في ثلاثة اشهر، خاطر جينيرالمون راهي باش تاخذ منك شهر ونص ماكس. زاد نجي طول النقطة كيفاش تريبز. بعد ما تختار المقاطعة وتختار الوقت اللي تحب تعدي فيه، باش تخلص اكا ديسورو اللي هي 9.99، اما ثم واحد سنت من الاخر هذاك باش يرجع لك اللي هو ديسورو في الاخر. وتبدا بار اكزومبل وحده وحده، حتجي تلقى البار الاخضر في وسط الابليكاسيون تملا الكل. اش معناها البار الاخضر تملا بكله؟ معناها انت ديجا جاوبت على لي كيستيون الكل على الاقل ثلاثه مرات صحيحه. البار هذاك معناها راك حاضر باش انك تعدي الاكزامه. وقت تلقى روحك حاضر باش تعدي الاكزامه، تمشي للليكول نتاعك اللي سجلت فيها وتقول لهم راني انا نحب نعمل سيمولاسيون. السيمولاسيون تاع الاكزامه شنو هي؟ باش يحط لك هو امتحان يختار بالزهر ويشوفك شنو هو النوت اللي باش تجيبها فيها. شنو هي السيمولاسيون؟ السيمولاسيون هو تيست مشابهه ومماثله للتيست الواقعي. يعطيك بار اكزومبل سويعه من زمان ويشوفك شنو باش تعمل في التيست هذايا. البيت نتاعو كان انت تعديت بالتيست، دونك هو يمشي يعمل لك دوموند نتاع انه باش تعدي التيست ريال. ما تعديتش بالتيست وفشلت في وسط المدرسه، باش يقول لك برا اخويا عاود ريفز وارجع لي بعد جمعه. اللي ننصح به جينيرالمون ما تقعدش تلعب برشا وتضيع في وقتك، اعمل انت خويا اربع جمعات في الدار مع الابليكاسيون هذي، امورك راهي فسفس. كل يوم 50 كيستيون، بعد امشي عدي، حتى وكان تحت المره الاولى عنده في السيمولاسيون عاود مره اخرى باش تكون حاضر. ملاحظه مهمه، راهو ثم ديزي كل ما يهمهمش، تنجح ولا ما تنجحش في السيمولاسيون يعدي لك الدوموند وفي الاخر تخسر فلوسك انت. وثم ديزي كول يقول لك ما نجم نعمل لك دوموند في وسط السونتر بتاع التعديه بتاع النظري الا مره ولاحظ انك انت تعديت وتجوزت الاسئله. ملاحظه مهمه لازم تخليها في بالك، راهو الاسئله في السيستم الالماني تختلف على السيستم التونسي. كيفاش؟ ثم بارفوا كيستيون كي تغلط فيه يطيحك ب 5 بوان، وثم كيستيون كي تغلط فيه 2 بوان، وانت كان باش تطيح تحت حد معين ديريكتومون ما غير ما تخمم راك ماكش ناجح. دونك بارفوا تنجم تقول اه انا عملت غلطتين دو كيستيون بركا، مي لي دو كيستيون هذوك مصيه دمروك. وقت صيه تنجح في السيمولاسيون هو باش يعمل لك دوموند ويعطيك ورقه فيها لانفيتاسيون. بيان سور باش تخلص فري صغرون، اما راه موش فري ليكزامان، خاطر انت الفريم تاع ليكزامان حكينا عليها في الحلقه الاولى لهنا في الورقه اللي فيها اكد لي دو شوز ابيي، واحده نظري وواحده عملي. وانت وكي خلصت هذوما هو باش تخلص التحضير والطلب نتاعو هو نتاع ليكول اللي هو جينيرالمون 50 اورو 80 اورو حاجه ما تفوتش هكايا. ورقه لانفيتاسيون توا في يدك،
تلقى فيها الدات وين وقتاش. اكثر نصيحه ننصحها للناس كل ما تجيش روتار. هما يستنيو جينيرالمون الجروب الكل باش نجمو يبداو، اما اذا جيت روتار وتلقاهم بداو ما غير ما تخمم الامتحان طاح. هاي 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 لحظه نكتب اسمي بجاربي بجاربي كمل اسمي سينو كي باش تجي شنو باش يصير؟ باش يثبتوا من وجهك، ياخذوا بطاقه التعريف ولا بار اكزومبل الباسبور نتاعك، خاطر لازم تهز باسبورك وتهز معاها زاده لاميل دونغ نتاعك. نعاود مره اخرى، الباسبور والاميل دونغ راهو غير لاميل دونغ ما يقبلوش، ويثبتوا في وجهك بيان سور كيما قلنا. ومن بعد يدخلوك الداخل باش يعطيوك نيميرو، تقعد في الطاوله وتستنى. على الطاوله باش تلقى التابلات، التابلات هذه فيها اسمك واللغه اللي انت اخترتها باش تعدي بها. وانت شنو اول حاجه تعملها كي تلقى التابلات؟ بيان سور ثما بوتون مكتوب عليه ستار، ما تضغطش على البوتون هذاك، ثبت انه اسمك صحيح مكتوب صحيح، وزيد اللغه سورتو اللي مكتوبه على التابلات هي بيدها اللي انت طلبتها من عند مدرسه السياقه. اذا اللغه مش هي بيدها، تو قبل ما تبدا هو باش يسالك السؤال هذا يقول لكم ثبتوا في اللغه، عيط اللي قاعدين يعسوا قول له راهي اللغه غالطه باش يبدل لك اللغه. سينو راه كان زدت ستار وبدا الامتحان وانت حضرت باللغه العربي وتو بالالمون، نعاودك مره اخرى ديزولي اما الامتحان راهو طاح. حاجه مهمه ترد بالك منها انه في وسط السال وكي تقعد سكر تليفونك قبل ما يبدا الامتحان، ثم ديزاباري ديتكتيو للتليفون، وكان ديتكتيو التليفون اللي هو اكتيفي ولا نقص التليفون برش باش يحل معاك، وراهم باش يشدوا معاك في برشا اسئله. دونك اخطك من الاول، اول ما تقعد سكر تليفونك ما غير ما تزرب في عقلك جاوب لي كيستيون، في عقل من عقلك امشي ويجا مره اخرى كان خليت كيستيون عاود ارجع له، اعمل طلة كاملة بعد ما تكمل الكيستيون الكل. وبيان سور في الاخر كي تكمل تنزل اوكي، وقت تنزل دي اوكي يطلع لك الريزلتا في الاخر اسكو نجحت ولا على التابلت. وبعد تهز التابلت هذيك وتمشي للي يعسوا عليكم تقول فوالا كملت، ويعطيك هو ورقة فيها نجحت ولا لا انستونتانيمون، والورقة هذيك تاخوها وتهزها معاك باش تمشي بها لمدرسة السياقة باش تبدا البارتي براتيك اللي باش نحكيو عليها في الحلقه القادمه. دونك هذاك علاش تبعنا على الجروب الجديد هذا اللي فيه برشا انفورماسيونات على برشا حاجات تبع السياقه في المانيا. اذا تحب تتبعني على انستغرام اهو لهنا، واذا تحب تكلمني على اي حاجه خارجه على المواضيع هذه عندي باج لهنا في الانبوكس نتاعها، ابعث لي على الخاص.